واقعاً زيارة الأربعين لها ما لها من أثر في النفس. ما أعتقد أحد منا لما نتقرب أيام الأربعين بالأخص اللي رايحين يعني ما ينتاب شعور غير اعتيادي. فاللي جربوا يعرفون ولا ما راحوا والله يعطينا وياهم إن شاء الله. فأتذكر إحدى القصائد كان قبل الأربعين ثلاثة أيام يعني الأربعين قبل يعني في ليلة وفاة الإمام الرضا عليه السلام. فليلة وفاة الإمام الرضا انتابني شعور إن أنا إن شاء الله الله يسجلني وأزور الإمام الحسين. ففعلا بركات هذيك الليلة الله كتبني من الزوار. فيوم ثاني من المفترض أتوجه إلى المطار إلى مطار النجف فيما بعد كربلاء. فقلت ما يصير يعني بروح إلى هناك ويبقى لي قصيدة. فما حصلت موضوع فطرقت بالي هذه الفكرة يعني أنا غير حسين ما عندي وسيلة ولا حبيب جيت أزور حسين بالله سجل اسمي يا حبيبي. أنا غير حسين ما عندي وسيلة ولا حبيب جيت أزور حسين بالله جيت أزور اللي طلع قلبه مثلث حرم واندبح عطشان وظل مفروض ما حد غسل جيت أزور اللي ارفجع قلبه على فقد الشابة من نظر الأكبر مقطع راسه ابني الحزن شاب وقف متحير بأمره شلون يشيل الأطناب جيت أزور حسين بالله سجل اسمي جيت أزور اللي حضر جفن شي هالي العلم ذاب قلبه وما قدر ينزع من عيون السغف سالت دموعه ورجع مكسور ظهره للخيام جيت أزور حسين بالله جيت أزور اللي حضن جفن شيال العلام وذاب قلبه وما قدر ينزع من عيون السهم سالت دموعه ورجع مكسور ظهره للخيام جيت أزور حسين بالله سجل اسمي يا حبيب جيت أزور اللي وقف بالطفل في حال فظيع من الظما دالع لسانه منظره منظر فجيع واللي اعظم من وقع المثلث بنحر رضيع جيت ازور حسين بالله سجل اسمي فظل يتردد هذا المستهل عندي يعني ولا جل حاله. فلما وصلت إلى المطار طلعت فقرتين يعني من القصيدة ولما ركبت الطائرة بعد طلعت فقرة يعني وفي الطريق تقريبا استوت. بس لما وصلنا كربلاء بعد الأجواء هناك مختلفة فاضطريت أنسف بعض الفقرات وكان الشاعر سلمان الكراني الشاعر والخطيب متواجد في كربلاء يعني وكان ليلة 18 فدخل إياي في جو القصيدة ففيما بعد سويناها مناصفة
وأتذكر ليلة 19 هي ليلة مشهودة، يعني كانها ليلة 20 في الأربعين من حيث الكم الهائل للزوار والمجالس البحرانية والتفاعل مع الخطباء. وأتذكر كانت أعطيت القصيدة للملا الياس في ليلة 19 وقراها، وكانت ليلة مشهودة يعني. فهذه القصيدة حبتها الناس يعني، ولاقت بحمد الله انتشار جيد، وحتى بعض الروادي لحنها وشالها. فهذه قضية يعني قصيدة سجل اسمي يا حبيب، واثناها إلى مسامعي بأن البعض يقول بأن أبا الفضل العباس هو بواب الحسين يعني، ومن المفترض أنه كله يسجل الزوار. إحنا ما قاعدين نتكلم أو ننطلق من روايات دائما في كتابة الشعر المنبري أو حتى الموكبي يعني، أحيانا أو أغلب الأحيان أصلا الخيال يتطرق حتى في القصائد المستندة على رواية. الشاعر أحيانا يمزج القصيدة بشيء من الخيال بشيء من لسان الحال، يعني ما قاعد يقول بأن هذه وقائع وقعت وحدثت جزما يعني، لا لا. فالشعر إذا جردت من عنصر الخيال يفقد أصلا الكثير، يفقد شيء كثير من عذوبته، فراح يكون مادة جافة يعني. وإحنا نتكلم من خلال حبنا لحبيب، من خلال علاقتنا بحبيب، من خلال منزلة الحسين أو منزلة حبيب عند الإمام الحسين. يعني أنتم تستكثرون على حبيب أنه يكون يسجل زوار الإمام الحسين، أو الواحد يستكثر على حبيب أنه يكون يسجل زوار الإمام الحسين. ما هو حبيب له درجة أرفع، أصلا الشعراء قالوا حبيب أنت إلى الحسين حبيب، وحبيب الحسين حبيب الحسين، هذه منزلة بعد ما بعدها منزلة، أو أنت عمنا أو شيخ الأنصار، كلها أوسمة يستحقها حبيب، ويستحق أكثر من أنه يكون وأكبر من أنه يكون مسجل للزوار، وإن كان هذا بعد شرف كبير جدا يعني. والبعض ياخذ الكلام حرفيا وبالمعنى الحرفي، يعني ما يحاول انه يجتهد ويوجه الشعر الى وجهه، لان انت ما يصير بعد تاخذ المعنى الظاهري. يعني احنا لما نقول سجل اسمي يا حبيب، مو معناتها ان احنا في مدرسة مثلا فيها اقلام واوراق، احنا نعم احنا في مدرسة الحسين، ولكن احنا ما نقصد المعنى الظاهري هذا بان حبيب عنده ورقه وقلم وكل من زار الحسين قاعد يسجله، لا لا. احنا لما نطالب حبيب انه يسجلنا، نطالبه انه يشهد لنا عند الامام الحسين، عند فاطمه الزهراء، كذلك في يوم عاشوراء. يعني الانصار لما تقدموا للشهاده واحد بعد واحد، كان كل من يلقى مصرعه يقول إلى الثاني أنا أوصيك بهذا. فإحنا من هذا المنطلق بعد نوصي على عمنا حبيب وعلى قدوتنا حبيب إنه يسجلنا، بأن إحنا تشرفنا بزيارة الإمام الغريب المظلوم العطشان. فهذا يعني أحد التوجيهات. فالشغلة إحنا ما نتكلم بأن نازلة فيها رواية، أوحدنا عن رواية قصيدة إلى ليلة ثالث محرم، واللي عادة تخصص إلى حبيب بن مظاهر الأسدي. جاك أبو الشيمة جاك ويزهر يمانه، والبطولة بس إله، في هالوادي يلقاك وهذا ميدانه. هذه على
على ألحان العراقيين القديمة. غالبا احنا في بدايات كنا ننشئ القصائد على نفس الأوزان اللي كانوا يستخدمونها. من وصل أرض الفدا وشاهد الجيشين ريض جواده، هالأراضي مقصده ومنيته للبين يبدي استعداده، لأبو اليمة شاهده العزيز حسين وأهلا وأولاده. وهم كذلك على نفس النمط، هذه لحنها على ألحان حمزة الصغير الله يرحمه، على وزن سدوا الماي الماي يا ضوى عيوني. جاك أبو الشيمة جاك ويزهر ماله والبطولة بس إله وفيها الوادي القاك وهذا ميدان الواقع. حبيب يعني كان من الأشخاص الأصحاب الخلص والأنصار الخلص المميزين اللي يعني سنه كبير كبير زين، وكان ينتظر الشهاده من ايام امير المؤمنين حتى حظي بها، وكان الامام علي عليه السلام يبشره بالشهاده ولكن مو مع الامام علي، مع الحسين في توالي الايام، فهنيئا له هذا المقام. كربلاء اكيد انه فيها التنوع، انا اشرت في اكثر من قصيده، لان هي كربلاء كانت يعني فيها كل المحطات، كل الأعمار، كل الفئات، كل المواقف فيها الطفل الرضيع، تبدأ من الرضيع ثم الشاب الغلام القاسم ثم شوي اليافع الأكبر والأنصار الرجال الكهول ثم الشيوخ بسن حبيب إلى درجة أنه كان يربط حاجبيه بين الجيش لأنه كبر وسقطت حاجباه، فكان يستقوي بربطهما، ومع ذلك هو متقدم للشهادة. وإضافة إلى حبيب يمكن بعد في أكبر منه برير شيخ القراء كان موجود في كربلاء، فهي كربلاء شاملة إلى كل الأعمار وكل الفئات، وهي توصل الرسالة إلى كل واحد في سنه. ومن الطبيعي أنه في كربلاء وفيها هذا التعدد الأدوار من الطفل إلى الشاب إلى الشيخ إلى المرأة، وكل واحد إلى دوره إلى كل سن، هم كذلك إلى كل مهمة من المهام في الحياة إليها دورها في دفع حركة نهضة الإمام الحسين وبلورتها وتقديمها إلى الناس. الشاعر بكلماته والرادود بصوته، والعامل في أي مجال مصور بفن التصوير، والرسام بالرسم، والخطاط بكتابة اليافطات الكربلائية. بالنسبة لي أنا يعني حظيت بشرف الخدمة في هذا المجال، في مجال مأتم الإمام الحسين، بكتابة القصائد العاشورائية الكربلائية، ولي من الدواوين المطبوعة ديوان الدموع الجارية بأكثر من جزء، بسبعة أجزاء مطبوعة وأكثر من يمكن أكثر من 10 غير مطبوعة إلى حد الآن. نأمل أنه نتوفق إلى طباعتها في الأيام القادمة. كذلك هناك مؤلفات أخرى وهي بعيدا عن الشعر في جانب الأدب الروائي، وفي جانب الخواطر الأدبية كذلك، بالإضافة لأنه إلى جانب كتابة الشعر، أداء مهمة الرادود ودور بحكم أن أنا خطاط محترف في الخط العربي، كتابة اليافطات
على السواد للمآتم وكتابة عناوين بعض الفعاليات الكربلائية اللي موجودة في المآتم عادة. الشاعر وهو يكتب قصيدة يحتاج أن يعد لقصيدته، سواء القصيدة اللي الآن هو في طور الكتابة لها، أو أنه يعني في مسيرته وفي حياته وفي تكوينه، لابد أن يعني يكون لديه مخزون ثقافي فكري يجمع لروحه أفكار. يعني الحين محرم على الأبواب على سبيل المثال، الخطباء موجودين مثلا ويحضرون مثلا للمجالس، ما هذا ما يمكن قبل المجلس يبغى يحضر المجلس، هذا بعد قبل شهر وأكثر يعد، وهذا الإعداد مال قبل شهر هذا مبني على ثقافته اللي طول السنة وهو يدرس ويتعلم ويروح حوزة ويحضر ويلتقي ويتواصل يا علماء ويتواصل ويقرأ ويتثقف، وكل هذه المسيرة يدونها ويكتبها. كذلك الشاعر أيضا وهو في يعني ما ينبغي للشاعر أن يعمله، ما يمكن أن في وقت كتابة القصيدة يحمل القلم ويفكر الآن ماذا سيكتب، لا، لابد هو عنده مثلا يعني أنا ماذا يجري معي. أنا أتكلم عن نفسي مثلا، أنا واقعا عندي دفتر، هكذا الدفتر هذا دفاتر، مجموعة من الدفاتر، هذا دفتر واحد منهم أجمع فيه أفكار، وأنا 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 مثلا أقرأ قرآن، وأنا أطالع التلفزيون، وأنا أصلي، وأنا أمشي، وأنا أسمع إلى فلان وعلان، ألتقط فكرة من هنا، أسمع كلمة من هنا، وأنا أقرأ، وأنا أتعلم، وأنا في المدرسة، وأنا أعلم. سؤال من تلميذ ممكن هو يخلق عندك، سؤال من تلميذ يخلق عندك فكرة. فيعني أنا أؤمن بالتحضير والإعداد وهندسة القصيدة قبل أن تولد، يعني هذا. أما أن ترتجي القصيدة يعني مشكلة. فأنا مثلا على سبيل المثال عندي ما أدون فيه أفكاري، يوم اللي تنولد عندي فكرة، يوم اللي أنا موجود الحين قبل مثلا محرم بشهرين ثلاثة أشهر، وأنا أسمع هني دعاء، أسمع هني خطبة، وأنا حتى في الصلاة بحول الله وقوته، وأنت قاعد تتخيل أنت تصلي جماعة، وأنا أصلي جماعة أتم بإمام، يتولد في بالي فكرة أن هذا الإمام ممكن يكون منبر، والعزاء الحسيني ها العزاء بإمامة المنبر الحسيني مثلا، يعني أفكار ممكن تطلع كصورة، هاي الصورة تبني عليها قصيدة أنت بعدين. وكذلك ستأتي يعني في الحلقات القادمة أو في القصائد القادمة، يعني أن موقف معين ربما يولد عندك فكرة، وهذا الموقف أنت تدونه والقصيدة مو تكتبها، مو لازم الآن تكتبها. خلو الكعبة مثلا على سبيل المثال، خلو الكعبة من شهر 2 تقريبا 2020 ليومك هذا مثلا، الكعبة فارغة مغلقة، لا عمره الحج ما يندر وش وضعه، لكن على سبيل المثال هذا مشهد منظر ممكن يولد عندك فكرة، وفعلا ولد عندي فكرة، ستأتي إن شاء الله في الأيام القادمة والحلقات القادمة نعرض لها تفصيلا. فعلى كل حال لابد أن يكون هناك عدم ارتجال، لابد أن أنت تدون، تجمع يعني الشعر بين الصنعة والطبيعة، أنت تكون على طبيعتك لكن نسبة كبيرة فيها إعداد، فيها تجهيز، وفيها قراءة، وفيها اطلاع. أنا شخصيا أتواصل يا خطباء وعلماء ورواديد وبعض الأحبة المؤمنين وأسألهم ايش عندك من فكرة، شلون صار أخوان الشعراء أحبابنا، ما عندكم شعاء، ما عندكم فكرة معينة، ما عندكم هذا، من خلال قراءات أقرأ واطلع. حتى الرواديد بعض الرواديد يعطيني فكرة من عنده، وتكون فكرة يعني مبنية على علم واطلاع وثقافة. يعني طبعا القصيدة بصفة عامة تأتي على شكلين في أمام الشاعر، هي كواليس الشاعر هو يكتب القصيدة. طبعا إما أن شاعر يرادو يأتي إليه يقول له عندي قصيدة وباك تكتبها لي، هي القصيدة أنا سويت لها الطور ولحن ووزن بعطيك إياه وانت اكتب عليه، هذا من حيث الشكل، من حيث الشكل، وربما حتى من حيث المضمون يقول لك وعندي فكرة أيضا، وعندي فكرة وممكن أنت تقبلها، ممكن أنت تعدل فيها. يعني أنا مثلا أحد الأعزاء الأحبة أخونا شاكر الأستاذ، كتبت له قصيدة لمحرم، كان مفترض أكتبها لوفاة الإمام علي في زمن يعني هذا مثلا مرض الكورونا هذا اللي موجود منتشر،
كان يبغى يقول يعني خلنا نسوي قصيدة وفكرتها، وعطاني فكرة إنه وين إحنا، وين المواكب، وين المواتم يا حسافة، يعني متشوقين للمأتم والشوقين. أعطاني فكرة ممكن أنا أضفت عليها، قلت له لا ما نبغى نكتب، نبغى نكتب عن الموضوع هذا بس خلنا نعطيه زاوية ثانية، مو لازم أنا أكتب وين وما في موكب وما في عزاء وين ضعنا وبدون هذا، ليش نركز على هالجانب الحزين التراجيدي المأساوي، لا نقول نجيبها بصيغة ثانية. قول يا حسين صار كورونا، صار وباء، صار إحنا سنحيي عاشورائك، سنحيي موسمك، في مأتم وفي مأتم، في من يجعل بيوتنا كلها مآتم. إذا كان في القرية الواحدة مأتمين أو ثلاثة أو أربعة، كل قلوبنا مآتم، مو كل قلوبنا بمعنى المشاعر والأحاسيس فقط، لا، سنقيم لك في كل بيت مأتما. إذا كانت المشكلة أن هناك مأتم واحد أو مأتمين يتجمعون فيهم الناس، سيكون كل مكان مأتم وكل أرض كربلاء وكل يوم عاشوراء. فإذا الموقف يخلق فكرة، الرادود ربما يعطيك فكرة، أحياناً في قبال، إحنا قلنا الوجه الأول إن الرادود يعطيك وزن ويعطيك فكرة ربما أحياناً، والوزن في لحن معين، لا مرات يقول لك سلام عليكم عندي قصيدة لمحرم، ممكن شو عندك من فكرة جديدة، ها والله أنا يصير عندي خيار وحرية في هذه الطريقة. فهذا الخزان اللي جمعت له روحي من أفكار وعديته، وهذا أجي أنتقي منه وأسوي إليه نموذج قصيدة، قصيدة مقطع بسيط من قصيدة وأرويها الرادود. ها شو رأيك في الفكرة؟ والله عجبته الفكرة، يعني نواة قصيدة عجبتها أكمل عليها بهذه الطريقة. عن كواليس كتابة القصائد الحسينية المنبرية، فإن شاء الله بالتوفيق.